بسم الله الرحمن الرحيم. طلبت إذا طلب الزوج مقابلة المرأة دون خلوة فما هو دليل على ذلك؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل المرأة عورة. ما أدري لا حرج فيها، المرأة عورة بما جاء في الحديث، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يتعلق بالخاطب. إذا خطب وأحب أن ينظر فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أهل المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى نكاح فليفعل، إذا استطاع أن ينظر ولو من ضمن غير علمها فلا بأس. خطب جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه امرأة من الأنصار ولم يرها، قال فجعلت أتبع النخلة لعلي أراها حتى رأى منها ما أعجبه فتزوجها. المقصود أن إذا جلس له أن يراها ولو من بعيد ولو من طريق وجوده في بيت أهلها فتمر وهم راضون بذلك وما أشبه ذلك. وإذا تيسر أن أباها أو أخاها يحضرونها عندهم ويدخلونها عليه ويراها من غير خلوة حضرة أبيها أو أخيها أو أمها ونحو ذلك فلا بأس. هذا أمر أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه.